कुत्ते अपनी गाड़ी से समय मिला ले, मैं एक घंटे बाद तुझे घसीटता हुआ यहाँ इसी पुलिस स्टेशन में बंद करूंगा। في بدايات سنيل شيتي خاصة من بعد فيلم بلوان اللي نزل في سنة 92 قبل ما ينزل هذا الفيلم كان في فيلم مشروع من أحد المنتجين كان بيأخذه في هذا العمل، والبطلة في هذا الفيلم كانت سومي علي. لو تعرفونها سومي علي، سومي علي هذه باكستانية، ممثلة باكستانية كان في بداياتها، وهي طبعا كانت تدرس تمثيل في ذيك الفترة. عندما بدأت تشتهر في المجلات وتشتهر في مجال الوسط الإعلامي، لأن صورها صارت تبرز في المجلات كفرنت بيج أو الصفحة الأولى، جاء عندها هذا الفيلم وهذا المنتج وقال هذا الفيلم أنا موجود، وهي قالت أوكي أنا موافقة. مين البطل؟ قال البطل سونيل شيتي. راحت قالت سونيل شيتي أنا ما راح أمثل معه، هذا مثل مبتدئ، شو أبا فيه؟ يبلي مثل معروف، يبلي مثل يعني نجم يعني كذا شيء من هالكلام. أول ما وصل هذا الخبر عن سونيل شيتي وطلعوه من هذا الفيلم وقالوا له ما نقدر لأن سومي علي، وصل الخبر أن سومي علي مش موافقة. هني هو الضايق نفسيا، ما الضايق على أساس أن سومي علي بس رفضتها، لا الضايق لأن سومي علي هي صديقته أو زميلته أثناء الدراسة في معهد التمثيل. يعني هم كانوا سنتين يدرسون في معهد التمثيل، كل ممثل مبتدئ في السينما الهندية في معاهد موجودة حق التدريب الورش التمثيلية، كان سونيل شيتي واحد منهم وكانت سومي علي معاه في نفس الصف، فكان بينهم زمالة. فيوم عرف هذا الشيء هو الضايق نفسيا، قال كيف تعاملني هالمعاملة. المهم الموضوع مر عليه فترة، نزل فيلم بلوان مال سونيل شيتي ونجح نجاح جيد، وتم معرفة الجمهور أو معرفة سونيل شيتي من قبل الجمهور عن طريق هذا الفيلم. لكن سومي علي ما نزلها إلا فيلم واحد اسمه بولند، ومن بعدها انست تقريبا سومي علي في الوسط الفني، وظل مستمر طبعا سونيل شيتي، وخاصة الديوتو الحلو اللي مع أكشي كومار سواء وقتها ما راهي وبعض الأفلام. جاء له فيلم اسمه أنت، منتج من أحد المنتجين جاء عنده وكتب له سيناريو فيلم أنت، وهو النجم طبعا الرئيسي في هذا الفيلم هو البطل. يوم عرف أن الطرف الثاني في هذا الفيلم بتكون مين؟ سومي علي. طبعا سومي علي وافقت على الدور وما عندها مشكلة سونيل شيتي ولا أي حد، لأن ما عندها أفلام. فيوم وصل الخبر عن سونيل شيتي أول شيء هو وافق في البداية، بس بعدين يوم عرف أن البطلة سومي علي اعتذر من المنتج، قال ما أقدر أشتغل في هذا الفيلم. فحاول مع المنتج أكثر من مرة وقال له يا أخي ليش أنا كاتبين السيناريو بس عشانك أنت، عشان الدور هذا مطبق عليه. راح قال له بعدين بكل صراحة، قال أنا أكون صريح معك، أنا ما عندي مشاكل مع أحد، لكن أنا متضايق من هذه الإنسانة. في يوم ما هذه الإنسانة حرمتني من فيلم بسبب أنها قالت عني أنا مبتدأ، وغير ذلك أني أنا كنا نحن أصدقاء، لو هي نحن ما كنا أصدقاء كان عادي تقول علي مبتدئ ولا غيره بمشيها لأن هي ما تعرفني، لكن تقول لي أنا مبتدئ وأنا اشتغلت معاها في التمثيل ودرسنا مع بعض هاي كبيرة. فالمنتج حاول مع سونيل شيتي وراح قال حق سومي علي، وسومي علي قالت أنا شو أسوي في الحالة هذه، أنا ما عندي أعمال ما عندي شغل شو أسوي. فراحت عند مين؟ عند البوي فريند مالها اللي هو مين؟ سلمان خان. سلمان خان واحدة من حبيباته اللي مروا في حياته سومي علي، هاي أعتقد ثاني حبيبة من بعد سنجيتا بجلاني. ذيك الأيام كان في علاقة حب ما بينهم، وأعتقد كان في وعد الزواج بس ما صار، فخبرت سلمان خان، وسلمان خان راح بدوره عند سونيل شيتي، كون سونيل شيتي إنسان طيب، وراح عنده وقال أنا جاينك من طرف سومي علي وأطلبك أنك أنت توافق تمثل في هذا الفيلم، وإذا هي بدر منها أي خطأ أنا أعتذر بالنيابة عنها عن الخطأ اللي سوته أو اللي سببته معك. فهني سونيل شيتي ما قدر يقول شيء ويقول حق سلمان خان شو يقول له بعد، وراح يعني قال له خلاص ما في مشكلة أنا راح أمثل عشان خاطرك وما عندي مشكلة وموضوع نسيته، وصار الفيلم أنت وما نجح ذاك النجاح. سومي علي، وسومي علي وين؟ ما كملت إلا كم سنة بسيطة، سنتين ثلاث سنين وما حد صار يأخذها في الأفلام، وما شاء الله سونيل شيتي ظل مستمر لفترة لين التسعينات ما بعد التسعينات. ومثل ما يقولون أن أنا قايل قبل الدنيا دوار على إحدى القصص من قصص كومار جورو ومع من داكني، لكن هنا الدنيا
تعلمك، مش دور الدنيا تعلمك. إذا أنت سويت شيء خطأ ترى بيجيك يوم ما النتيجة حقها، لكن في نفس الوقت إذا تصلحت الأمور لازم تتعلم درس منها وما تكررها في حياتك. الله العالم شو صار بعد ما سومي علي. هذا الموضوع أو هذه القصة ممكن تكون للعبرة جيدة. अरे वो क्या उन्होंने अरुण के साथ, ये इंसान तो इंसान जानवर भी टूट जाता। शायद तुम नहीं जानते ये धरती शेर भी पैदा करती है। औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? After that comedy come by Hair Up Here in 2000 and also anti-hero in Dharkan, one of your best performers, and you got I think the best villain award in Filmfare. But Filmfare is not best villain, he's the best actor in that time. He knows his work. No wonder you were so popular. It's unbelievable how you've marked my career the way I would look at it, but true. But thank you, you know. Meri in saanson se कहते हो कहते हो मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. And I hope that you will do in my film. Yes, I will. So sweet, inshallah. Thank you so much and I welcome you in my country. Thank you so much. Thank you. Yeah, this is Sunil Shetty and you're watching me on Ahmed Al-Riami channel. Subscribe karo warna